هلأ رح تكون معنا فقرة فيتامين، رح نحكي فيها عن المرأة الحامل وكيف هي تحافظ على صحتها، مش بس من الناحية أو الجهة الكمية، كمان من الجهة النوعية. كتير أوقات بنسمع إحنا إنه كل ما زاد أكل الست الحامل بكون هو أحسن لصحتها وصحة الجنين. خلينا نعرف تفاصيل أكتر وصحة هاي المقولات. معنا اليوم بشرة البيطار، طبعاً بشرة هي أخصائية تغذية ومدربة رياضة الحوامل. صباح الخير بشرة. صباح النور، أهلاً. كيفك؟ أهلاً فيكم. صباح الخير. صباح النور. أهلاً فيك. أهلاً فيك. أهلاً فيك. بحكي لك الفلانة بتاكل عن شخصين الحامل وما شاء الله صحتها منيحة وهيك الجنين رح يطلع بصحة قوية. وناس كتير تنظر للحمل إنه كل ما كانت الأكل بزيادة كل ما كان أفضل. لو أول شيء كبداية بدي أحكي عن هالمقولة، هاي صح ولا لا؟ لا طبعاً. إنه تأكل عن شخصين؟ لا طبعاً، أصلاً حتى الأم زاد وزنها كثير ما بيعني إنه البيبي حيطلع حجمه كبير. حلو، يعني مش مع أكيد إنه الشخص يفهم إنه الموضوع كمية. طيب لو بدنا نحكي عن كمان عن التغذية اليوم، المفهوم الكمي والنوعي للغذاء، عايش نركز، عايش يركزوا النساء الحوامل. هلأ عموماً كتير بهمنا النوع أكثر من الكم، وفي حميات معينة مش لازم تعملها الحامل، مثلاً مثل الصيام المتقطع، مثل حمية الكيتو، هدول كتير خطرين حتى على البيبي والأم. هلأ بالنسبة للنوعية كتير بهمنا أنه يكون في عندها العناصر الغذائية كلها، من مثلاً النشويات، من البروتين، حتى الدهون المفيدة مثل الأوميجا 3. الدراسات بتقول إنها بتعلي الذكاء تاع الطفل وتحسن من تطور الدماغ. طب هو قديش تقريبا الزيادة الطبيعية لوزن الحامل؟ هلا هذا بيعتمد على وزنها قبل ما تحمل، مثلا إذا هي عندها أندر ويت أوكي، أو حامل بتوين معها لل 18 كيلو تزيد ما في مشكلة. 18 كيلو يس. إذا كانت أندر ويت وزنها نحول عندها أو حامل بتوينز، أما إذا كانت مثلا حتى ال 20 ممكن، أما إذا كانت مثلا وزنها طبيعي معها يعني 13 أراوند 13 ممكن تزيد. إذا كان عندها شوية زيادة وزن من فضل ما تزيد أكثر من 10 كيلو، وإذا كانت أوبيس من عندها يعني منفضل أقل يعني أراوند 7 كيلو، وهم هدول 7 كيلو اللي هم بس تولد بروحه من الخلاصة والبيبي. وهيك في رقم محدد لفترة الحامل كاملة؟ يعني نيجي نحكي إنه يفضل إنه ما يكون الزيادة مثلا أكثر من 10 كيلو خلال التسع شهور، ولا كل فترة إلها يس كل فترة إلها وزن. يس كل فترة إلها. هلأ مفروض الحامل أو هلأ الحمل بتقسم أصلاً ثلاث أجزاء، أول تريمستر، سكند تريمستر، ثيرد تريمستر، حسب الأسابيع. فمن الأسبوع الصفر لحد أو الأول لحد الأسبوع 12 اللي هو أول جزء من الحمل، هذا ما منفضل أنها تزيد وزن، وإذا زادت ماكسيمم 2 كيلو. بعديها من الجزء الثاني من الحمل الجزء الثالث منفضل أنه زيادتها ما تكون أكثر من 200 جرام لنص كيلو بالأسبوع. طبعاً إذا كان عندها سمنة ما منفضل أكثر من 200 جرام. طب بشرة في فعلاً ستات ممكن بينحفوا على الحمل؟ يس. هلا بالذات الفيرست تريمستر هذول اللي هم 12 اسبوع بيصير في عندهم غثيان او مورنينج سيكنس احنا بنسميها، هاي بتخليها ما تقدر تاكل اي شيء، واي شيء يخليها انه بدها مثلا تلعي معدتها او تستفرغ، فممكن انها ما تقدر تاكل. فكتير سيدات بنزل وزنهم باول فتره بس انه مش بايدهم، بس اذا بدها تعمل حميه وهي على وزن عالي اصلا بتقدر تنزل شوي وزن باول اول 3 شهور اللي هم ال 12 اسبوع هذول. طب لما نحكي انه بدها تعمل حميه وبانه مرحله يعني نوعا ما حساسه مش شخص طبيعي، ايش في شيء ممكن تعمله لحالها ولا لازم؟ يس. هلا اذا اجتني مثلا وحده عندها خلينا نحكي عادات غذائيه سيئه وهي مش هيلثي، عندها زياده وزن، وانس انه حطيناها على تغذيه صحيه لحاله الوزن الزايد شوي راح ينزل، ما بيكون هاممني انه ينزل الوزن قد ما هاممني انها تاكل صحي، عشان تغذيه الطفل باول 3 شهور كثير مهمه. اما مثلا ممكن تيجي صبيه من بعد ال 3 شهور الاولى واللي هي مرحله اللي لازم يزيد وزنها فيه، بنحاول ان نحافظ على الزياده من خلال المعدل طبيعي. بس فعليا لو شخص خليني احكي لك انه صبيه بتاكل مثلا 3000 سعره حراريه وجسمها بحتاج 1400، فانت لما تعطيها النيد تستعملها 1400 طبيعي رح ينزل وزنها. صحيح. بس بيهمني شغلتين في المرحله، انه نتاكد انه الام وزنها يعني صحي والبيبي عم بيتغذى ينمو بطريقه صحيه، وزنه عم بيزيد بطريقه صحيه. اذا البيبي ما عم بيزيد بطريقه صحيه وهي عم تعمل حميه هذا الاشي كثير غلط. طب في أكلات معينة ما بيصير تاكلها الحامل خلال فترة الحمل أو خصوصا بالأشهر الأولانية؟ شوفي أي إشي بتشتريه ما بتقدر تعقميه هذا الإشي بنفضل إنه الحامل ما تاكله، أو تعقمه بطريقتين. يعني مثلا الفواكه المجففة إحنا بنجيبها لا بنغسلها ولا بنعقمها، فإذا بتقدر إنها تغسلها قبل ما تاكلها بتصير سيف.
كمان النوتس، لانه احنا ما بتعرف النوتس بنشتريها المكسرات من هذا وما بنعقمها ولا شيء، اذا بتقدر تحمصهم وتاكلهم على طول انهم كثير مفيدين النوتس، احسن من انها تشتريهم وتاكلهم، ممكن تتعرض لتلوث. طبعا اكيد كل الكولد كوتس، تيركي، روست بيف، هاي الاشياء احنا ما بنفضلها، والسوشي اكيد، لانه هدول اشياء نيئه، واذا صابها اي مثلا تسمم اي شيء مرضت ما بتقدر تاخذ ادويه. وهذا كمان بينطبق على السلطات والاكل برا، فعليا الاكل برا احنا بنخاف منه، بالذات المايونيز، لانه هاي الاشياء نيئه. فشكلك بتحبيه عشان هيك ضحكتي، المايونيز شكلك بتحبي المايونيز. طبعا اهم شيء المايونيز عندي. فهي الاشياء لازم احنا بعد عنها، لانه بنخاف انه مثلا يصيبها مثلا تسمم او شيء ما بتقدر تحله. طب حكينا عن الاشياء اللي نبعد عنهم، شو في نصائح او اغذيه بتوصي فيها؟ كثير نلخصهم هيك، او الاكثر اولويه خلينا نحكي. اوكي، هلا اول 3 شهور اهم شيء تاخذه الحامل هي الفوليك اسيد، واللي هو موجود فعليا بالبقوليات وموجود باللحم الحمراء. هذا كثير مهم لتطور دماغ البيبي، وفعليا اذا كان عندنا نقص البيبي ممكن يصير في عنده تشوهات. الشغله الثانيه كثير مهمه، بنركز على الحديد بالذات باخر 3 شهور، لانه الست بتحتاج ضعف حاجتها من الحديد، واذا ما لبت هاي الحاجه ممكن يصير في عندها فقر دم او انيميا باخر الحمل او بعد الولاده. هلا خلال الحمل كثير مهم انه ناخذ الاوميجا 3 اللي هي موجوده بالمكسرات وموجوده خلينا نحكي بالاسماك، بس بقدر معين، الاسماك مش كثير. بنركز على البروتين كثير مهم، والنشويات مهمه، الكالسيوم، ورح نستغرب انه الكالسيوم النيدز تاعون المراه الحامل زي المراه العاديه، بس احنا بالوضع الطبيعي ما بناخذ الكالسيوم نيدز تاعونا. حكيتي عن انه نركز على مصادر الحديد، وشو اقوى المصادر اللي ممكن ناخذ منها؟ لحم الحمراء. لحم الحمراء وكثير، مش المصنعه طبعا. لا طبعا. وكثير بشوف كمان، بتذكر احمد يعني لما كانت اختي حامل ممكن تاخذ حبوب فوليك اسيد، مش شرط بس من الاغذيه، صح؟ طبعا طبعا، احنا بنحكي كغذاء اكيد الفيتامينز شيء كثير مهم، ويعني الفيتامينز متاكد ان احنا غطينا نيدز تاعونا من الفيتامينز اللي بيحتاجها الجسم. حلو بشرى، بدي اسالك سؤال دائما هيك بخطر على بالي لما بشوف الحوامل، اوقات بمرضوا بيرشحوا، يعني معقول انه ما تقدر تاخذ كل فتره الحمل هي دواء؟ هلا شوفي، انا مش طبيبه، بس الدكاتره هلا صاروا يعطوا ادويه، بالذات يعني هم الفتره بخاف منها او 3 شهور، بس انا مش طبيبه حتى اجاوبك بالضبط على السؤال. لا بس طبعا بياخذوا، يعني حتى بنادول الدكاتره يعني بسمحوا لهم في بعض الادويه، بسمحوا يمكن لهم الادويه الخفيفه اللي بيقدروا ياخذوها. يس، هو كل دكتور بيقيم، بس انا بعرف انه بيتاخذ. طب بس بدي ارجع برضه على نقطه مهمه، على موضوع انه ناخذ فيتامينات او غيره، هل انت مع المكملات الغذائية والفيتامينات اللي عم نشوفها بالصيدليات، ولا شوف بوضع الحمل طبيعية، ولا بشكل طبيعي؟ لا مع الحوامل. هلا في شيء احنا بنسميه بايو افيلابيليتي، اللي هي قابليه امتصاص الجسم للفيتامينات، هي من الاغذيه اعلى منها من الفيتامينات، لكن الفيتامينات تعطيك تركيز اللي بيحتاجه يومك بهالحبه او بهالحبتين، فانت بتضمن انك غطيت النيدز، لانه يعني لا سمح الله اذا كان في نقص ممكن يعمل مشاكل، يعني نقص الفيتامين دي والكالسيوم ممكن ياثر على البيبي، نقص الفوليك اسيد ممكن ياثر على البيبي، حتى الحديد، يعني الحديد بيعمل مشاكل كثير فظيعه. طب بدي اسالك سؤال دائما بنسمع احنا، اوكي، وطول عمري بسمعها هاي من جدتي مثلا، انه فعلا بس تتغذى هي الست الحامل فهي الغذاء فورا بوصل للجنين، بس هي اللي بتتاثر اذا ما تغذت بطريقه صحيحه، يعني اذا ما اخذت هي الكم الكافي من الغذاء كجنين ما رح يتاثر، بتتاثر هي الست الحامل. هل فعلا هذا الشيء صحيح ولا لا؟ هلا بوث، يعني اذا هي عندها نقص حديد وحامل والبيبي بياخذ منها وهي ما عوضت هذا النقص، هي يعني هي بتتاثر، هو بياخذ المخزون عندها. وبنفس الوقت مثلا زي البي 12 هي لازم تاخذه انه البيبي بيستفيد، يعني الفيتامينات بتفيدها وبتفيد البيبي، بس البيبي كمان بياخذ من المخزون اللي عندها. يعني هلا نقدر نحكي احنا شوي انه بيكون بامان الجنين اكثر من الام، فهو بياثر، عدم التغذيه بتاثر اكثر على الام مش على الجنين، يعني هيك وهيك، هيك يعني 50% 50% عشان يعني هيك، عرفتي؟ بس هي الفيتامينات عشان برضه للام كمان اكثر من هالبيبي. حلو. طب خلال اطلاعي على الموضوع شفت في احد الممارسات، ما بعرف اذا مرت عليكي، في نساء بيكون عندهم وزن زائد بيعرفوا او متهيئين لانه في فتره حمل قادمه، فبتلاقيها راحت لحميه انقاص وزن. هذا صح. حلو، بس في ناس اللي انا شفته انه ما بتكون عارفه انها حامل مرات، فبيصير انه في عناصر عم تخسرها مفيده للجنين. كيف ممكن نشوف او نحكي انه متى الحميه الغذائيه مطلوبه، وكيف لازم اللي بده يلجا لانقاص وزنه يمشي فيها بالطريقه السليمه؟ صح. احسن ما تكون فعلا حدا حامل وعم بيخسر شغلات هو مش عارفها. هلا اذا كانت الحميه اللي هي ماشي عليها حميه صحيه،
متنوعة، أوكي ما بتقتصر على نوع واحد من الأكل حتى لو اكتشفت أنها حامل عادي. بس مثلا الحميات أنا يعني مش ضدها، بس الكيتو بالذات ما منفضل نهائي الحامل إذا هي بأول حملها أو بتتوقع أنها تحمل تعمله نهائي. أنا بتذكر في صبية مرة قالت لي 6 ويكس البيبي على الألتراساوند ما عم ببين لأنها عم تعمل كيتو بأول حملها، بيبي ما عم بنمو. طب بس عشان بس ارجع اكد، هلا انت حكيتي حتى اذا ناويه تحمل يعني اذا فيري انها تحمل توقف نظام الكيتو من قبل. يس يعني مثلا انه انا ناوي احمل خلال شهرين مثلا، انه اوكي لا بلاش كيتو هاي الفتره. والمفروض انه هي اذا اتبعت رجيم معين هي ما تحرم حالها من انواع اطعمه معينه، تتبع بطريقه تغذويه. يس هو الرجيم الصحي بيكون كل اللي فيه الفيتامينات والمينرالز، حتى اذا كان فينا نقص بالفيتامينات والمينرالز ما بنزل الوزن كويس. حلو. حسيتك اهتميت كثير في الكيتو داخلي في الموضوع او ناوي على كيتو. لا لا انا ما عندي كثير معلومات عن الكيتو فعلا، بس حلو انه الواحد يعرف انه هو لسه المفروض انها قبل ما تفكر تحمل هي تكون اخذ احتياطاتها يعني ما يكون الموضوع عشوائي. وفي كمان ناس بياخذوا فيتامينز قبل ما يحملوا عشان يعدل جسمهم، وهذا شيء صح فكره. حلو. كثير. طب يمكن ما بعرف اذا السؤال هو ممكن يكون من اختصاصك. بسمع كثير اوقات انه في ستات معينين ممكن بياخذوا فيتامينز معينه حتى يحددوا جنس المولود، هذا الإشي موجود ولا حكي فاضي؟ حكي فاضي. اسمعي حتى تحديد اللي هي عملية فصل الأجنة والتحديد برضه بتكون يعني نسبة، في نسبة بس مش 100% بتأكدوا. بس أنا بدي أحكي معلومة كتير مهمة. طبعا. موضوع زيادة الوزن، أكتر إنه زيادة الوزن إحنا منخاف على الحامل والبيبي من شغلة أكتر من شغلة. أول إشي اللي يزيد وزنها كتير بفترة الحمل تعرف إنه رح تعرض للستريتش ماركس كتير. صح. وهذا الإشي مش بسهولة بيروح. الشغلة الثانية إذا كانت عم تأكل كتير سويتس بالذات ممكن تتعرض لسكر الحمل، وسكر الحمل إشي كتير خطير لأنه ممكن يأثر على الطفل تاعها، إنها طول الطفل تصير عسر ولادة، طول الطفل بحجم كبير ممكن يصير على عمر أقل من 10 سنين يصير عنده مقاومة أنسولين ويصير الطفل سمين. والشغلة الثالثة اللي إحنا كتير منخاف منها كمان هي موضوع ارتفاع الضغط للحامل، ضلها تأكل ملح وأشياء، هذا للأسف ممكن يعمل عندها تسمم حمل ممكن يؤدي لولادة مبكرة قبل التاسع. هاي أشياء يعني فعلا الواحد لازم ينتبه لها. طيب لو بدنا نحكي عن الأنشطة الرياضية المسموحة للحوامل، وهل وشو أهميتها بهاي المرحلة تحديدا؟ هلا إذا الحامل أصلا بتلعب قبل الرياضة بتقدر تكمل فيها، بس مثلا إذا بتعمل ويتس تأخذ ويتس أخف. إذا في أي تمارين نط ما منفضل أنها تعمل تمارين النط، وبالعادة بالأغلب لازم نطلب رأي الدكتور. هلأ في ناس بيكون حملهم أول 3 شهور مش سيف، نستنى ليخلصوا أول 3 شهور لحتى يتصير سيف، بس السيف في كل المراحل هي السباحة واليوغا. السباحة واليوغا يعني ما بتكون خطر السباحة، يعني كتير بسمع أوقات ممكن يصير فيه مع الستات تسمم حمل من السباحة، ولا هي حسب الماء. التهاب مسالك بولية هو فعلا السباحة يعني أنا بتذكر كان في عندي صاحبة من وراء السباحة صار عندها تسمم حمل، ممكن يكون كلور زيادة بالماء مثلا ولا ما لها علاقة؟ متأكدة أنه تسمم حمل؟ المفروض يعني ولا هي تسممت؟ لا تسمم حمل. اوكي وصار في ولاده مبكره للبيبي للجنين. يس. اوكي يمكن كان تعرض لدرجه حراره كثير عاليه فالضغط عندها بيرتفع كان، بس هي مرتبط بالضغط. بس هي كسباحة بدون أي مشاكل تانية ما بتعمل مشكلة، حتى أي تمرين أي إشي بدك تعملي إن شاء الله الحمل تروح تعمل مساج، حتى لو حد متخصص بالحوامل لازم تستشير طبيبها لأنه هو الأخبر بحالتها. صح. لازم الطبيب بتوقع في يعني بهالمرحلة الحساسة. طب لو بدنا نحكي عن موضوع الشهية اللي ما بعرف بتوقع هذا ممارسات في ناس كتير بتقول لك أنا عم باكل كتير، ممكن نطمنهم انه في مراحل معينه للحوامل انه عادي اكلك طبيعي بهاي المرحله؟ شكلك بتحبي الاكل انت. جعت من الاكل. شوف رح احكي لك شغله، انتكم يمكن انتم شباب زينا بس الهرمونات عن جد بتكون تلعب والوحده حامل، فعن جد بتحس حالها انه اول إشي هذا المورنينج سيكنس انها هي بتقدرش تاكل إشي بتضطر تاكل نواشف، فمرات بتتجه مثلا للكراكر للستكس لهاي الاشياء الاشياء المالحه. هلا المشكله عندنا في موضوع الحمل هرمونز، فاحنا بنحكي دائما لما تجوعي كلي إشي يشبع، انا بفضل دائما البروتين، اللبن من الاشياء بتعطي شعور بالشبع لفتره طويله مثلا حتى لو سلطه، بس لازم تحط معها بروتين، البروتين كثير بيعطي شبع لفتره طويله. هلا موضوع الشهية هي بدها تشتغل حالها بس ما تجوع، هي الفكره انها تشبع بإشي سعراته الحراريه اقل. هلا هي عندنا فتره الفلتان، خلينا نحكي بالاكل، هي السكند ترايمستر اللي هو من الاسبوع 12 ل 24. ليه؟ لانه مشكله الغثيان بتروح، بنكون خلصنا اول 3 شهور وبيكون الوزن مش كثير زايد، لا فما بضغط على بطنها فبتكون تاكل براحتها، هاي هي المشكله.
حلو. طب ايش بتحسي هيك الاخطاء الشائعه دائما عند الستات الحوامل بتشوفيها انت من اكثر الاخطاء الموجوده؟ في ستات للاسف بيستمتعوا بالحمل فبياكلوا نفسهم فيه، بتقول لك هاي فتره ما حدش بيحكي لنا ايش يخص حامل مسموح لي، هذا غلط. والشيء الثاني الصراحه يعني كثير مهم، كل وحده حامل اذا بتقدر تمارس رياضه تمارس رياضه، لانه هذا مش بس للبيبي، وهو فعلا بيحسن من وصول الاغذيه عن طريق المشيمه للبيبي، كمان لها بخفف الستريس، بخفف تحبيس السوائل، وبيساعد على ولاده مبكره، والاهم بيساعد انها تسترجع جسمها بطريقه اسرع بعد الولاده. وكمان موضوع سكر الحمل، كل وحده لازم تتاكد اذا عندها مشكله بسكر الحمل، وفي ستات بيكتشفوا وما برضو ياخذوا الادويه، وهذا بياثر مش بس عليها على البيبي كمان كثير كثير. يعني لازم هي بشكل مستمر دائما الحامل تراجع الطبيب طبعاً. وما ننسى الشغله كمان، هي كل حامل جسمها يختلف عن عن طبعاً. عن وحده ثانيه، فما بصير احنا كمان نسمع نصائح من يعني وحده تسمع نصيحه من اختها مثلا وتاخذ فوليك اسيد بدون ما تكون هي رايحه فاحصه، او جروبات السوشيال ميديا. طبعا جروبات السوشيال ميديا هي لحالها قصه. صح معك حق. شكرا لك بشرى. حبيبتي عفوا، شكرا لكم، شكرا على المعلومات القيمه. شكرا لك، شرفتينا بوجودك، ان شاء الله نستضيفك في حلقات قادمه لكم لمواضيع ثانيه بما يخص التغذيه ان شاء الله. شكرا لكم.